يعني بعد اجتماعي، كان في اختلاط بين الحجاج وبين من يخدم الحجاج، سواء كانوا من المطوفين او من غير المطوفين، الناس نعم. اللي حتى اللي في الشارع راعي الدكان وراعي كذا كذا خلاص. وبعدين صارت في يعني صله حتى اجتماعيه بين بعض الحجاج، وبعض اللي هم كانوا في تراحم بينهم، يعني بعض الاسر كان يخدم حجاج مصريين تزوجوا من ابناء الحجاج كان يخطبهم، نعم. وبعض الاسر كان يخدم حجاج مغاربه تزوجوا منهم، بعضهم كان يخدم حجاج من اندونيسيا ايضا تزوجوا منهم، لانه كانوا يروحوا الى بلادهم عشان يعرفوا بخدماتهم.